شاهدنا في الآونة الأخيرة محادثات بين قطر وتركيا والحكومة الأفغانية المؤقتة حول تشغيل مطارات أفغانستان. هل ممكن أن تطلعني على آخر مستجدات هذه المحادثات؟ حتى نظرتنا إلى السياسة الخارجية في معظم المسائل مع بعض. مثلا موضوع أفغانستان، نحن كلنا نريد الاستقرار في أفغانستان. كما تعرفون هناك 40 مليون نسمة يعيش في الحرب أكثر من 40 سنة، يعني هذا مو سهل. نحن نولي أهمية كبيرة جدا لاستقرار أفغانستان، واستقرار أفغانستان يبدأ حتى نسبل حياة عادي في أفغانستان، وهذا يبدأ كان بالمطار. ولذلك قطر وتركيا صرنا مع بعض، قلنا نحن نريد أن نشغل مطار إن شاء الله حتى يكون مطار كابل عالمي، ومطار الثاني سينفتح بالعالم. ونحن اشتغلنا وتقنيقيا وماليا كل هذا، وأعطينا الأرض للطالبان، الآن سيدرسون وقريبا ممكن يزور يكون زيارة لكابل إن شاء الله، وننتظر الجواب من الطالبان. ونحن ما ننظر إلى هذه المسألة لا قطر ولا تركيا. تشغيل مطارات في أفغانستان حدث تجاري، لا، نحن ننظر فقط مساعدة تنموية. قطر وتركيا يحط يده تحت الحجر حتى إن شاء الله نقيم الاستقرار، نحول الحياة إلى العادي في أفغانستان. الناس يسافرون إلى بلاد الخارج، والناس يأتون من خارج. إلى متى إلى المساعدات الإنسانية؟ كل واحد يتكلم الآن مساعدات الإنسانية، إلى متى إلى مساعدات الإنسانية؟ 40 مليون نسمة، كيف أنت تستطيع أن تؤمن لهم حياتهم بالمساعدات الإنسانية؟